أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي بمملكة البحرين يؤكد مواصلة استثمار التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة في دعم المسيرة الديمقراطية والدفع بمزيد من الإنجازات والنجاحات الوطنية، وهو ما يترجم مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري ضمن أعمال الجمعية العامة 49 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، واستعرضت فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس الشورى، معربة عن الفخر والاعتزاز بتبني حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددا من المبادرات الوطنية اعتمادا على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة. وأكدت أن مجلس الشورى يعد من المجالس التشريعية المتقدمة التي بادرت بصياغة اقتراح بقانون بشأن تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي واستخداماته. خلال اجتماعات الجمعية اليوم تم مناقشة مدى استفادة الأمناء العامين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تم عرض تجربة الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث تم استعراض مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم إنجازها من قبل الأمانة العامة، ومن ضمنها مشروع تفريغ المستندات الصوتية لجلسات المجلس إلى نصوص مكتوبة مما وفر الكثير من الوقت والجهد، وأيضا مشروع نظام المضبط الذكي والذي يوفر تقنيات الصياغة الذكية لمضابط الجلسات، كذلك مشروع المساعد الافتراضي البرلماني والذي يتيح للسادة الأعضاء وموظفي الأمانة طرح أسئلتهم حول الدستور أو اللوائح أو المرجع التشريعي أو حتى قرارات الجلسات، ويوفر الإجابات بسرعة ودقة.